السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقرتنا الآن عالم الأسرة، وصلتني قصة جديدة فيما يتعلق بتدليل الأبناء. تقول الأم: الأب يدلل إحدى بناته، وإذا ارتكبت خطأ اتهم بنت أخرى. البنت المدللة هي البنت الصغرى، والبنت المظلومة هي البنت الكبرى، الله يعينها. فكل خطأ وكل مصيبة تقوم بها البنت الصغرى يرميها على ظهر الكبيرة إلى أن كبرت هذه الصغيرة. طبعا الصغيرة عارفة بأنها الآن فوق القانون، فوق الجميع، فوق الكل، ملكة، إمبراطورة. الأب طبعا بلا شك أنه وفر لها كافة الاحتياجات، احتياجات التدليل، لكن شوفوا النتيجة والعاقبة وهو حي. تقول الأم: لو يطلب كأس ماء ما جابت له، لو يطلب دواء ما جابت له. وكيف تتصرف هذه البنت؟ هي أساسا ما تلتفت على أبوها، ما ترد عليه، ما تعطيه وجه، يعني باختصار ما كأنه يتكلم، كأنه يكلم جدار. وبهذه المناسبة أذكركم بموضوع التفرقة ما بين الأبناء، راجعوا على قناتي في يوتيوب، فيه تفصيلات دقيقة عن تدليل الأبناء. شكرا لإصغائكم ومتابعتكم، نلقاكم إن شاء الله في الفقرة التالية. السلام عليكم ورحمة الله. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك والإعجاب والتعليق. وحياتك أسهل مع فيصل خالد.